ورجعنا تاني يا شباب عشان نتكلم عن الفيديو التاني في البايو فيزيكس. هنتكلم عن حاجة اسمها بريفكس. أيوة زي ما سمعت بريفكس. البريفكس بيدل على متى صغر أو كبر اليونت. تعال نشوف. بص حضرتك، بالنسبة لموضوع البريفكس يا شباب، أنا عندي حاجات بتبقى مثلا نانو، حاجة اسمها ميكرو، حاجة اسمها ميلي، حاجة اسمها سنتي، حاجة اسمها تيسي، في حاجة كيلو، في ميجا، في تيرا، في جيجا. ففي حاجات اسمها بريفكس، حاجات صغيرة تظهر صغيرة وحاجات ايه كبيرة. مثال مثلا لما اجي اقول ملي سكند، ملي ثانية، ميكرو ثانية، ايوه ميكرو حرف اليو شرطة كده اسمها مايكرو، مايكرو سكند، ميكرو ثانية أسميها ميكرو، يبقى ملي ميكرو نانو بيكو، ملي ميكرو نانو بيكو، ملي ثانية، ميكرو ثانية، نانو ثانية، بيكو ثانية. أنا بحول اليونت دي، بحول الملي ثانية إلى ثانية، يبقى كل ده هيتحول للسكند. أوكي، طب يبقى من ملي ثانية لسكند تايمز 10 باور نيجاتيف 3، طب ميكرو سكند تايمز 10 باور نيجاتيف 6، نانو ثانية تايمز 10 باور نيجاتيف 9، تايمز قلنا يعني علامة ضرب، بيكو ثانية تايمز 10 باور نيجاتيف ايوه 12. دي من الحاجات المهمة خالص، دي بتدل على صغر اليونت، صغر الوحدة. اوكي، طب الحاجات الكبيرة نقول كيلو، ميجا، جيجا، تيرا. لما هندرس الاوسيليشن والترددات والكلام ده هنعرف الكيلو هرتز، يبقى كي حرف كيلو، هرتز وحده قياس التردد، وحده قياس ايه التردد، تردد بالانجليزي اسمه فريكوانسي، اسمه ايه فريكوانسي. ميجا هرتز، جيجا هرتز، تيرا هرتز، يبقى فين اليونت؟ هي كلمة هرتز، إنما كيلو، ميجا، جيجا، تيرا دي نسميها بريفكس اللي بيدل على كبر الوحدة عشان دي حاجات كبيرة. يبقى من كيلو هرتز إلى هرتز يبقى تايمز 10 باور 3، يعني بضرب في 1000، كيلو هرتز 1000 هرتز، والميجا هرتز يبقى 10 باور 6، مليون هرتز. الميجا هي مليون اللي هي 10 باور 6، 10 باور يعني أس، دي بنحاول نحفظ مع بعض. جيجا خطوة خطوة هنوصل، هرتز تتحول للهرتز، يبقى جيجا هرتز يبقى تايمز 10 باور 9، التيرا هرتز عشان احولها للهرتز تايمز 10 باور 12، يبقى الكبير للصغير الباور الأسس بالموجب، من صغير لكبير الباور بالسالب. طب احنا ده الشغل اللي المفروض ابقى حافظه، تعال نشوف الدكتور قايل لي ايه، نشوف الجدول اللي جايبه. هو جايب جدول بسيط، هو جايب هنا اهو شباب سنتي، اللي هو لما نتكلم على السنتي هنفتكر السنتيمتر، يبقى لما اقول طول القلم ده مثلا 15 سنتيمتر، يبقى انا هحول 15 سنتي، يبقى 15 في 10 اس سالب 2 عشان احولها للمتر، او ممكن اقسم على 100، مع يبقى اللينس بيساوي 15 سنتي اللي هي 15 من 100 متر، يعني لا اما اضرب 10 اس سالب 2 لا اما اقسم على 100. اوكي، دي من الحاجات المهمه. الملي مثلا لما اقول الهايت بيساوي 39، 39 ملي متر، الملي متر عشان احوله لمتر بضرب في كام؟ في 10 باور نيجاتيف 3 في 10 سالب 3. طب يا مستر يعني هتبقى 39 في 10 سالب 3؟ او اقسم على 1000، او اقسم على ايه؟ 1000. يبقى هنا الارتفاع عباره عن كام؟ 0 علامه 0 3 9، 39 من 1000. اوكي، كده انا حولت من ملي متر الى ايه؟ الى متر يا حبايب، وهكذا وهكذا. طب تي سي سيبك منه، تمام، الميجا والجيجا قلناهم من شويه، تمام، المايكرو اللي هي الرمز بتاعها هي حرف اليو واعملها شرطه كده، تمام. نشوف بعد كده يا شباب بعض المسائل المهمه. احنا هنا العنوان اسمه دينسي ان اتوميك ماس،
يعني ايه دينستي؟ فاكرين زمان يا شباب موضوع الكثافة، موضوع الدينستي، الدينستي موضوع السفينة فلوت تطفو on the water surface على سطح المية، هوايل بينما مسمار من الحديد، يبقى iron sink in water surface بيغوص في water surface. كان السبب نقول ايه؟ اصل الكثافة بتاعت الخشب بتاعت السفينة اقل من كثافة المية، تمام؟ هي دي الدينستي. كثافة الدينستي بتاعت الايرن، الايرن اللي هو الحديد، is more than density of water. اوكي، يبقى ده معنى دينستي. اما كلمة اتوميك ماس فلازم نسميها الكتلة الذرية. كتلة ايه الذرية؟ الكتلة الذرية دي شباب مثلا لو اتكلمت مثلا عن الالومنيوم AL، يعني مستر كيمياء ما انت لازم تبقى متعود AL الالومنيوم، العدد الذري من تحت اللي هو اسمه اتوميك نمبر 13، العدد اللي من فوق افتكر حضرتك كام؟ اضرب ال 13 في 2 وزود 1، ايوه ب 27 ب 27. اللي فوق ده بسميه اتوميك ماس. اتوميك ايه؟ ماس. هو ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. اوكي؟ اوكي. دلوقتي انا عايز اتكلم عن بعض الحاجات. تعالى نرجع للسبورة الوايت بورد بتاعتنا نتكلم عليها شوية. بص حضرتك، انا عايز اتكلم عن بعض الحاجات المهمة. هكلمك يعني ايه تينستي ويعني ايه مول، نمبر اوف مولز. اوكي، يبقى هنبدا الاول بموضوع الدينستي. الدينستي الرمز بتاعها رو، اسمه ايه؟ رو. نقول ايه؟ رو. تنطق ايه؟ رو. تنطق ايه؟ رو. دي اسمها رو. يعني ايه بالانجليزي؟ دينستي. والدينستي ايكوال، يعني ايه ايكوال؟ يساوي ماس ام سمول، عشان هنا هنكتب كميه فيزيائيه، ماس اوفر فوليوم، الكثافه تساوي كتله على حجم. ايه الدينستي ايكوال؟ ايه الرو ايكوال؟ ماس اوفر فوليوم. برافو، نحفظ الجمله دي. طب يا مستر وجيه، دلوقتي انا عندي الفوليوم، لو انا مثلا عندي سلندر يبقى شكلها كده، صح كده؟ اسمها ايه؟ سلندر. ايه الفوليوم بتاع السلندر؟ حضرتك السلندر عامل زي القلم ده، تمام؟ شكل اسطواني، فيبقى هنا في دايره وهنا في ارتفاع، صح؟ تمام. الدايره يبقى هنا ليها مساحه، مساحه الدايره في الارتفاع يدينا الحجم، يديني الفوليوم بتاع مين؟ بتاع السلندر. اوكي، يبقى هنا الفوليوم ممكن اقول باي ار تربيع، اللي هي مساحه ايه؟ الدايره في الارتفاع اتش، ده اسمها المساحه، المساحه باي ار تربيع في الارتفاع اتش. احنا قلنا ار يعني ايه؟ نصف قطر، ريديوس، اسمه ايه؟ ريديوس. اوكي مستر، طب احنا كده ها ممكن نحط الرو يساوي ماس على فوليوم. طب لو سالت حضرتك يعني ايه رو؟ يعني دينستي. يعني ايه ام؟ يعني الماس. يعني ايه في كابيتال؟ فوليوم. طب لو حبيت اقول الماس تقول لي بيساوي ايه؟ تقول لي رو في، مش ده المثلث بتاعنا بتاع زمان؟ اللي فوق يبقى نضرب الاثنين اللي تحت، ايوه يبقى رو فوليوم، رو في ماس، رو في ماس، رو في ماس، رو في ماس، رو في، وهكذا. نكمل. انا كده اتكلمت عن الماء، عن مين؟ عن الدينستي، تمام؟ واتكلمت عن السلندر حجم الاسطوانه. اصل انا عارف ان الدكتور جايب سؤال حالا هحتاج منكم حجم الاسطوانه وعايز اجيب الكثافه، عطاها لي، فهجيب الماس بتاعت الاسطوانه دي مثلا. فانا رحت ايه؟ بادئ بخطوات مترتبه. دلوقتي انا عايز اكلمكم على amount of substance. العنوان اسمه ايه؟ amount of substance. amount of substance. معايا دكاترة؟ ركزوا معايا، amount of substance. ايوه، معناها كمية المادة. كمية ايه؟ المادة. في الاس اي يونت
تتقاس بالمول، تقاس بايه يا شباب؟ بالمول. تمام اوكي. لما تقاس بالمول هعمل ايه؟ ركز معي حضرتك. انا عايز اعرف يعني ايه مول حضرتك، معنى كلمة مول بس عشان انت هتحتاجها في البايو كيمستري، فاحنا في انتجريشن بين البايو فيزيك والبايو كيمستري. واللي انتوا عايزينه يا شباب احنا معاكم خطوة بخطوة هنوصل. بمنتهى البساطة لو حبيت اقول 1 مول اوف H2O، ناس الامريكان ركزوا معايا بتوع كل ثانوي عام خدوا الكلام ده، انما بتوع امريكان ما خدوش الكلام ده. ركزوا معايا، ال H يعني هيدروجين وال O ده اكسجين، ده H2O اشهر مركب خدناه زمان في الساينس اللي هو الووتر. تمام، انا عايز 1 مول من الووتر، عايز الماس بتاعت 1 مول من الووتر. يقول لي علما بان H يساوي 1، O يساوي 16. ده مين ده؟ ايه ده الرقم ده؟ ده بنسميه اتوميك ماس، يعني الاكسجين بنعمل OO عدد ذري تحت عدد كتلي فوق، يبقى هنا 16. طالما عدد زوجي بنضرب في 2 على طول، يبقى احنا شغالين على ده. الرقم اللي فوق اسمه عدد كتلي، ماس نمبر او اتوميك ويت، بسميه ايه؟ اتوميك ويت اللي هو الوزن الذري. فهو ده اللي موجود هنا، الهيدروجين H بكتب 1 1، فاللي فوق ده اسمه اتوميك ويت او اتوميك او بنسميه ماس نمبر. اوكي اوكي، وده اللي بنشتغل عليه. طب انت هتقول ايه يا مستر عايز تجاوب السؤال ده؟ اقول لك اجاوبه لك. ما جاوبوش ليه؟ مساح لي يا شباب، انا هكتب سوليوشن. ركز معايا حضرتك، احنا بنجيب اصل الموضوع عشان تبقى فاهم خطوه خطوه. طيب 1 مول اوف هيدروجين، تقول الماس بتاعت 1 مول ايكوال، تقول لي 1 في 2 بلس 16 زائد 16، 1 في 2 ب 2، 2 و16 يطلع كام؟ 18 جرام. يطلع 18 ايه؟ جرام. يبقى معنى كلامي ايه؟ ان الكتله بتاعت 1 مول من الووتر تساوي 18 جرام، تساوي ايه؟ 18 جرام. هو ده اسمها ماس بتاعت المول. طب يا مستر انا دلوقتي لو عايز 2 مول، لو عايز ايه؟ 2 مول، متخيل حضرتك لما عاوز 2 مول هتعمل ايه؟ اوف ايه؟ ماس اوف، تقول لي 2، حلو خالص، اوف 2. يبقى حضرتك هنا كانك كاتب 2 من بره، وده كله نشتغل، يعني ده كله موجود. وتضرب في كام؟ تضرب في عدد المولات هنا في 2، يبقى 2 في 16 في 18 تطلع كام يا شباب؟ 36 جرام. طب يا مستر خلاصة الكلام، هقول لك خلاصة الكلام. بص حضرتك خلاصة الكلام، number of moles، تاني اسمها ايه؟ number of moles، نكتب number of moles. عدد المولات ايكوال، تقول لي الماس بتاعت المادة، ام بتاعت المادة على ام بتاعت المول، ام بتاعت المادة على ام بتاعت المول. يعني مثلا انت لو معاك 36 جرام مية، 36 جرام مية، انت حسبت المول بكام بتاع المية؟ هتقول لي بكام؟ ب 18. يبقى العدد يطلع كام؟ يطلع 2. يبقى ده اسمه number of moles. ده قانون؟ ده قانون. طب هات قانون تاني يا مستر، هقول لحضرتك قانون تاني لنمبر اوف مولز. ركز معايا حضرتك، تاني قانون لنمبر اوف مولز ايكوال نمبر اوف اتومز. لو ماده صلبه يبقى هي اصلا تتكون من اتومز، تبقى انديفيدوال. تمام، نمبر اوف اتومز ماشي. لو مركب يبقى نمبر اوف مولكيولز.
هقسم على مين؟ يقول لي على افوجادرو نمبر. على ايه؟ افوجادرو نمبر. مين افوجادرو نمبر؟ اسمه ان ايه؟ اسمه ايه؟ ان وتحتيها ايه؟ افوجادرو نمبر. عم افوجادرو ده كام؟ رقم ثابت، رقم ثابت. بيساوي كام؟ بيساوي 6.02 تايمز 10 باور 23. العالم افوجادرو قال ان اي مول من اي ماده تمام بتحتوي على عدد محدد من الاتومز اللي هو 6 علامه 0 2 في 10 اس 3 و 20. صباح الفل يا بطل عربي. 6.02 تايمز 10 باور 23. اوكي اوكي، وده يبقى القانون الثاني. يبقى ده ايه؟ القانون الثاني. اوكي يبقى كده ها، انت ممكن حضرتك تاخد سكرينه من الكلام ده. اوكي، ان ده هحل بيه مسائل. دكتور الجامعه كان المفروض يبدا من تحت ويطلع معاك. طبعا مفيش دكتور جامعه هيعمل الكلام ده، وانت عارفين الكلام ده، ومش هيتحاسب دكتور الجامعه، وليه ليه حق، راجل تعب طول السنين. احنا بقى عشان ناكل عيش خلاص، خلينا لكم معانا بقى. تعالى نرجع للاسئله بتاعه الدكتور ونشوف هو عطانا ايه اسئله. احنا هنا طبعا ده الشغل بتاعه، جايبه من سيرواي مراجع معينه. طبعا كل المراجع نشكر ربنا اشتغلنا عليه. دلوقتي هنا عطيني اكزامبل، عطيني ايه اكزامبل. اول سؤال بيقول A solid cube of AL يعني of aluminium. التنستي بتاعت الالومنيوم 2.7 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. تمام اوكي مستر. هذا فوليوم of 0.2 سنتيمتر كيوبيك. If the atomic mass of aluminium 27 جرام بير مول. How many aluminium atom are contained in the cube? In Avogadro, اسمع Avogadro number equal 6.02 times 10 power 23 atoms per mole. Okay, okay. هو عايز الانسر، فالانسر هنا دي الإجابة بتاعته. اوكي تعالى ناخد سكرينه منها، نعمل كابشر. كابشر جميل بتاع مستر وجي. اكزامبل اوكي يا فندم، حتى الانسر هناخدها كاجابه بالمره، ونقول له دان واوبن ان وايت بورد، ونقول لي تعالى انت هنا تمام، اطلع فوق. تمام يا فندم، اطلع فوق تاني. خبي يا مستر الكلام. ايوه اكزامبل. بص يا شباب، هنا في السؤال ده هو ربط كل حاجه. ربط ايه؟ كل حاجه. اولا يا شباب ركز معايا حضرتك في الكلام اللي هقوله. احنا دلوقتي هنا هنكتب سوليوشن. هو عطالي الدينستي، بس عطالي بجرام بير كيوبيك سنتيمتر. الانسر انا مش هحاول، انا ممكن احول بس انا مش هحول عشان ما اتلخبطش. طريقه ان انا ما احولش في المساله دي بالذات هتسهل الدنيا. طب الدينستي بتاعه الالومنيوم بيساوي 2.7 تمام. طب والدينستي بتاعه الالومنيوم هي الماس بتاعه الالومنيوم على مين؟ على الفوليوم. اوكي اوكي مستر، انا عندي هنا هو الماس ما عنديش، بس الفوليوم عندي. الفوليوم عطهولي بكام؟ الفوليوم عطهولي ب 0.2 كيوبيك سنتيمتر. 0.2 كيوبيك سنتيمتر، طبعا هنا سنتيمتر كيوبيك، وهنا الدينستي جواها سنتيمتر كيوبيك، فكده ما نحولش. فدي اول حاجه استطيع ان اقول لك عليها بهدوء. عندك هتودي دي الناحيه الثانيه، توديها تضربها في 2.7 اوكي، فهنلاقي قيمه الماس. نشوف قيمه ايه؟ الماس. يبقى هنا هنجيب الماس طبعا هنا بالجرام بالجي. اعملها بالآلة حضرتك، يلا اتفضل. انا عندي هنا يا شباب عملتوها بالآلة، كنت جايبها انا قبل كده لقيتها ب 0.54 حلو خالص. طب وبعدين يا مستر؟ بعد 0.54 يبقى هنا هات الماس بالجرام. اوكي بعد كده هروح اعمل حاجه مهمه،
ايه هي؟ هقول الآتي، هقول ايه الآتي في خطوة واحدة. هقول انا عندي number of moles، number ايه of moles بيساوي الماس بتاعت substance على الماس بتاعت المول من الألمونيوم. mass of one mole of aluminium. الومنيوم كله تمام مستر؟ اه طب عشان حضرتك تفهم بس. طيب بتساوي ايه؟ بتساوي بتساوي النمبر اوف اتوم، نمبر اوف ايه؟ اوف اتومز. نمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ نمبر اوف اتومز اوفر افوجادرو نمبر اللي هو 6.02 تايمز 10 باور 23. احفظ، هو كده كده عطاها لك اهو. اوكي اوكي طيب بعد كده حضرتك، بعد كده حضرتك هبدا اعوض بالشغل اللي انا جبته. اعوض بالماس هنا، الماس بتاعت السبستانس كانت بكام؟ كانت ب 0.54. طب بالنسبه للالومنيوم 1 مول اوف الومنيوم، هو الالومنيوم يا شباب هو كاتبها لي ان هي هنا اهو، كاتب لي ان هي ب 27، هو عطاها لي 27 جرام. اوكي يبقى هنكتب على اوفر 27، هو الرقم اللي من فوق لو انت مش عطاها لك. تمام اوكي، هو هيديها لك ما تخافش. تمام عايز نمبر اوف اتومز بهدوء كده على افوجادرو نمبر 6.02 تايمز 10 باور، ايوه سامعك، 20 ايه 23. يبقى انا حضرتك انا عايز ده، فهتودي ده فوق تضربه بتقسم بارتو على 27، يعني كروس مالتيبليكيشن طرفين في وسطين. تمام وبالتالي هتلاقي نمبر، النمبر هتلاقيه كام؟ النمبر هتلاقيه 1.2 تايمز 10 باور 22، تكتب اتوم. يبقى كده بهدوء كده سؤال اتحل. يبقى دكتور الجامعه ما عرفش ينزل لمستواك. تمام ما عرفش، اه 99% بجد هو ما عرفش، هو عنده ابنائه زيكم، بس هو مش لازم ينزل، انت لازم تطلع له. فاحنا بنحاول نسد الفجوه دي دكتورنا العظيم، خطوه خطوه هتوصل. طيب ده كان السؤال اللي احنا المفروض نعمل له سكرينه، نعمل له ايه؟ سكرينه. اوكي طبعا مش نافع ينفع نعمل له سكرينه ولا ينفع. اوكي مع على طول اهو حل خلاص. فتح حضرتك اوكي، هات الحل بتاعنا بتاع المساله الجميله اللي هي دي. يعني انت ممكن تاخد سكرينه للسؤال وتسكرينه ليه للانسر بنفس الشكل ده، خدها سكرينه. تمام عشان تظبط الدنيا. تمام ما تنساش تكتب بارتو مستر وجيه المصري عشان تبعتها للطلبه اصحابك. مستر وجيه 0 10 6 4 5 7 9 4 3 7. يا سلام على الارقام لما تدخل في ايه عشان يعمل دعايه لنفسه المستر، يروح ايه يبوظ المساله. ثانك يو. طيب بعد كده شباب نشوف السؤال اللي بعد كده، يلا نروح للبي دي اف. السؤال الثاني بيقول هنا بقى شباب تو سفير، بتقول ايه؟ تو سفيرز اوف كات from a certain uniform crook. هو انا في كرتان، حلو الكرتان دي، كرتان مبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى، اركت from a certain uniform rock يعني اتقطعوا من نفس الصخره، يبقى ليهم نفس الدينستي. اوكي one has radius 4.5 سنتيمتر، the mass of the second sphere is 5 times greater، يعني الكتلة التانية بتاعت الكرة التانية 5 مرات أكبر، يبقى 5 من الأولانية. find the radius of the second sphere، عايز ال radius بتاعت ال second sphere. الأنسر أهو ده الأنسر بتاعنا، وأنا عايز حل لي رقم 2. أوكي يبقى يلا فكر فيها. سؤال رقم 2 اقراه تاني وشوف الدنيا ماشية كيف. اوكي يلا نظبط الدنيا يا شباب.
طبعا سؤال وجيه. بص يا شباب، سؤال نمبر 2، انا هحله مع بعض. بص معايا حضرتك، انا تو سفير، تمام؟ قال لي يبقى الدينستي بتاعت الاولاني بيساوي الدينستي بتاعت ايه؟ التاني. من هنا هيبقى ماس الاولاني على فوليوم الاولاني يساوي ماس التاني على فوليوم التاني. تدي اول حته في المساله. لا لسه، انا عايز اقول لك ماس الاولاني اهي، فوليوم الاولاني نتكلم على الفوليوم على جنب كده، فوليوم بتاع كوره بيساوي 4 اوفر 3 باي ار كيوبيك، اوكي؟ فالعبره دلوقتي بقى بمين؟ ان الفوليوم دايركت بروبوشنال. يعني ايه دايركت بروبوشنال؟ اتكلم عربي يا مستر. الفوليوم يتناسب طردي مع مين؟ مع الار كيوبيك، يعني ده يزيد ده يزيد، اوكي؟ فانا هستبدل الفوليوم واكتب ار كيوبيك، اوكي؟ يبقى هنا ار 1 كيوبيك، اسكتير ريشيو تعتبر، اوكي؟ هساويها مع مين؟ بص معايا، الماس الثانيه، الماس الثانيه انا هستبدلها برضه، ده هو قال لي بكام؟ بخمسه من الاولانيه، اكبر بخمس مرات، يبقى هكتب خمسه من الماس الاولانيه. طب فوليوم الثاني، فوليوم الثاني باللي احنا قلنا الفوليوم مرتبط بالار كيوبيك، يبقى هنا هنكتب ار 2 كيوبيك. ار 2 ايه؟ كيوبيك، اوكي؟ هو عايز ار 2 كيوبيك يا شباب. ليه؟ ار 1 كيوبيك عباره عن ايه؟ ار 1 كيوبيك عباره عن 4.5 سنتيمتر، اوكي؟ طيب دلوقتي هنا الماس هنا بكام؟ الماس الاولاني اسمها ماس الاولاني، اوكي؟ يبقى انسى اللي في النص دي انا اتعوضت بيها. طب وهنا يا مستر دي ماس الاولاني وهنا خمسه ماس الاولاني، تعمل ايه؟ تقول كنسل يا مستر دي مع دي، اوكي؟ طب هنعملها بالكالكوليتر او شيفت سولف. شيفت ايه؟ سولف، يا اما تعملها كروس مالتيبليكيشن يعني طرفين في وسطين وتجيبها. طب يا مستر انا عايز اتعلم استخدم الاله في كل حاجه، اقول لك حاضر، ماشي يا دكتور. ركز معايا في طريقه شيفت سولف، اعتقد كل الناس عارفاها، ولو انت مش عارفها هنتعرف عليها دلوقتي. يلا بينا نتعرف عليها. هات اله. نجيب لك اله؟ نجيب اله يا مستر، هات اله يا مستر. وهي الاله بتاعتنا يا شباب. اوكي. في الاله انا ببدا اكتب اللي كان مكتوب، ايه اللي كان مكتوب؟ افتكر معايا، هنا كان 1 اوفر 1.5، لا ثانيه واحده، هنا ار كيوبيك، انا اسف كنت هروح في داهيه. بس الحمد لله اللي انا افتكرته وشفت بعيني، مش دي ار كيوبيك؟ ار 1 هي اللي ب 4.5، انما ار 1 كيوبيك يبقى 4.5 تكعيب، اوكي؟ يبقى انا هبدا اكتب 1 على 4.5 تكعيب، 1 على 4.5 تكعيب دلوقتي، وهساويها مع 5 اوفر ار 2 كيوبيك، ار 2 كيوبيك ده هسميه المجهول، هسميه ايه المجهول؟ تعالى بقى نشتغلها، يلا بينا، يلا بينا، افتكر فاكر الارقام؟ يلا بينا، انا فاكر، شرط الكسر، حلو الكلام؟ هكتب 1، انزل تحت، هات هنا يا مستر، طيب، هنزل تحت، هكتب 4.5، يبقى 4.5، انا عايز اكتب كيوبيك، يبقى هنا باور 3، يبقى فين الباور 3 يا مستر؟ باور 3، نعملها باور ونكتب 3، ونكتب 3 هنا، اوكي، زي الفل. اه تمام زي الفل. طب انزل تحت وبعد كده اطلع فوق. هنا هكتب ايكوال، فاكر المعادله بيساوي؟ ايوه، ما يساوي هنا اقول كف، ما ينفعش، ما ينفعش يا دكتور تدوس يساوي هنا، انا عايز يساوي نظام معادله، ففي الفا بالاحمر وسولف بالاحمر هيساوي، يبقى الفا كلمه الفا سولف كالك، كالك اللي هي سولف، اوكي؟ طلعت شرط الكسر، طلعت يساوي، نحط ايه شرط الكسر؟ فاكر كان مكتوب ايه؟ 5، كان مكتوب 5، انا فاكر المساله، انا حفظتها، يا سلام. تحت بقى عايز اكتب ار 2 كيوبيك، ار 2 كان مجهول، كان اللي انت عايزه، فعايز اكتب اكس كيوبيك، اكس اللي هو المجهول مكان الار 2، اوكي؟ يبقى انا هشوف الفا هتدوس عليها، وعارف القوس اليمين ده؟ ايوه القوس اليمين ده عليه اكس بالاحمر، حلو خالص، كتبت لك اكس اهو. يلا ما تنساش كيوبيك باور 3، يبقى حضرتك ندوس هنا ونحط 3، حطينا 3، اطلع فوق يا فندم، اطلع فوق ايه؟ يا فندم. دلوقتي تقول يا آلة يا جميلة حل المسألة، بتقول ايه؟ يا آلة يا جميلة، كام كلمة؟ ثلاث كلمات. شيفت سولف واقول يساوي. طلعت كام؟ 7.69. مش هو ده الإجابة؟ قارن يا فندم، هات ال 7، هات ال 7.
اتي بوينت اتي بوينت 6 9 اهي طلعت ريدياس. الريدياس يطلع بايه؟ بالسنتيمتر. اوكي يبقى احنا هنا برضه ما حولناش. شفت بقى الشغل؟ يلا بينا نشوف، يلا بينا نشوف الاجابه بالشكل ده. خدها سكرينه وشكرا على كده. اوكي طيب بعد كده شباب معايا سؤال اخير انا عايزك تقراه وتمعن عينك فيه. ده سؤال وجيه، وجيه المصري يا شباب. شوف السؤال. السؤال بيقول ستاندر كيلومتر از ابليتينيوم اريديوم سلندر 39 مليمتر ان هايت and 39 millimeter in a diameter. Okay, what is a cylinder, a density of this material? بيربط لي كل حاجة بقانون بسيط. هو مين يا مستر ستانتر كيلوغرام؟ يعني واحد كيلوغرام. الصراحة ستانتر كيلوغرام ده موجود في مكتب الموازين الدولي في باريس، ومصنوع من سبيكة البلاتين والإريتيوم، والسبيكة دي على شكل اسطوانة، وكتلة الاسطوانة دي 1 كيلو جرام. يبقى ثانية واحدة، كل الكلام ده أنت ما تشرحلكش، أولى ثانوي عام قلنا الكلام ده زمان، قلنا معلومة اقراها قراية عشان تكون نظام جديد، صح؟ لكن أنا عايز أقول لك القصة، القصة هنا قصة حسابات مش أكتر من كده. هو بيقول لي سلندر، خلاص انا ممكن اشتغل بيها انها سلندر، وكاني انا مش فاهم القصه ان هو تافه باريس ولا الكلام ده يا مستر، بس انا عشان راجل فيزيكس فلازم اقول لك تعبر عنه. دلوقتي حضرتك ادي هنا الاسطوانه بالشكل ده، والارتفاع هنا 39 ملم، والريديوس هنا برضو الديومتر كله 39، يبقى الديومتر 39 مش 93 يا مستر لو سمحت. لك 39 مليمتر مليمتر. طب الريديوس بقسم ده على 2، يبقى هنا 39 على ايه؟ على 2. طب اقول لك على سر حضرتك، انت هتشتغل الماس، الماس 1 كيلو جرام، يبقى ده انت شغال اس اي يونت، انما انت شغال هنا بالملي، يبقى المساله فيها تحويل يا فندم. فيها ايه؟ تحويل. يعني الهايت ده بتاع الاسطوانه بيساوي 39 مليمتر، اقسم على 1000 عشان تجيبه بالمتر. تمام، يبقى الاتش هنا عندي 0.039. اوكي تسميها 39 من 1000. اوكي طب برضه الريديوس نفس الكلام. الريديوس انت حضرتك الريديوس ده بالمليمتر، انا عايزه بالمتر عشان اشتغل نظام دوله، عشان الماس بايه؟ بالكيلو ايه؟ جرام. حتى الاجابه هنا بالكيلو جرام بير كيوبيك متر. اوكي فلازم احول الريديوس بدل ما هو مليمتر لمتر، يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 3. دي فايتت البرفكس اللي كنا بنتكلم عليها من بدري، وعشان كده قلت لك اقسم ال 39 دي على 1000، ورايح دماغك الملي هو جزء من ال 1000، يبقى انت عندك 0.039 واقسم على 2. اوكي وكده اتحولت لايه؟ للمتر. اتحولت ايه يا شباب؟ للمتر. تمام، اتمنى حضرتك تبقى فاهم القصه. طب دلوقتي انت هتقدر تجيب الفوليوم. ده فوليوم بتاع اسطوانه. ايه هو فوليوم الاسطوانه؟ فوليوم الاسطوانه هو عباره عن مساحه الدايره دي في الارتفاع ده كله، يبقى ده ايه؟ ده الفوليوم. اوكي يبقى احنا عندنا الفوليوم بيساوي ايه؟ مساحه الدايره باي ار سكوير. في مين؟ في الاتش. الباي ب 3.14، والريديوس احنا قلنا ب 0.039 اوفر 2، بس الريديوس سكوير، يبقى احط هنا سكوير واطرح في الاتش اللي هو عباره عن كام؟ 0.039. اوكي بالكالكوليتر هجيب الفوليوم. هجيب ايه؟ الفوليوم. الفوليوم هنا هيطلع بالكيوبيك متر. طب اقول لك على حاجه، بدل ما تجيب الفوليوم انا عايزك تستخدم الاله مره واحده. نستخدم الآلة إيه؟ مرة واحدة. طب يلا بينا، يلا بينا نستخدمها مرة واحدة. في الأول أنا أنت عايز الدينستي صح؟ أيوه أنا عايز الدينستي. إيه الدينستي؟ رو صح؟ بيساوي ماس أوفر فوليوم. أوكي؟ أوكي الفوليوم بتاع السلندر عبارة عن إيه؟ عبارة عن باي آر سكوير في الإتش، مساحة الدايرة في الارتفاع، شكل الأسطوانة كده شكل. فالمساحة دي في الإتش. اوكي والماس هنا بالكيلو جرام، يبقى 1 كيلو جرام. اوكي نبدا نعوض 1 اوفر 3.14، ايوه الراديوس يبقى 0.039 اوفر 2 اور باور 2، يعني هنا ار سكوير.
تمام؟ والH انت قايل لي 0.039، انا حولت من مليمتر لمتر كده. هستخدم الآلة، هستخدم ايه يا شباب؟ الآلة، فين الآلة الجميلة بتاعتنا؟ اهي الآلة الجميلة. هات الآلة الجميلة يا مستر، اهو. الآلة الجميلة. نبدأ نشتغل ونقول يا آلة يا جميلة. فاكر كان مكتوب ايه؟ شرط الكسر. هنا مكتوب واحد. تحت باي ار سكوير، يبقى تحت هكتب ايه؟ ننزل تحت هكتب شيفت باي، اهي الباي. الار سكوير يبقى احط قوس، وشرط الكسر جميله، وهكتب 0.039 واقسم على 2، انزل تحت واقسم على ايه؟ 2، واطلع فوق اقفل القوس في الاول. قفلت القوس، بعد كده باور 2، اهو باور 2 تمام. يبقى باي ار سكوير حاجه كده، فاضل الاتش، يبقى هضرب في مين؟ في الاتش، يبقى احط قوس تاني، والاتش اللي هو عباره عن 39 ملم اللي هو 0.039 تمام. واطلع فوق واقول يا اله يا جميله حل المساله، شيفت سولف يساوي شيفت سولف، واقول له ايه؟ لا ثواني يا مستر، ودي انت اللي بتعمله، مفيش شيفت سولف خالص، انا اسف، ده انا هطلع فوق وخلاص، بس اقفل القوس بس، هنا مفيش مجهول، انا اسف يا فندم، مفيش يا اله يا جميل حل مساله، صباح الفل، انا مش بشتغل شيفت سولف، انا اسف شباب فصلت شويه، يلا توسي ثاني، طلع بالرقم ده. الرقم ده لو ركزت معايا مش هو ده الرقم هنا يا مستر، ده مختلف عن ده، هقول لك لا هو هو، بص حضرتك فيه كويس وانا حل، انا اجي لك، بص فيه كويس. هل ده هو ده؟ ده هو ده، بس انت مش عارف الصراحه، حضرتك مش عارف. اوكي طيب تعالى ناخدها سكرينه اها، ونرميها فين؟ في البي دي اف بتاعنا. نرميها فين؟ في البي دي اف بتاعنا. فين البي دي اف يا مستر؟ حالا نجيبه يا شباب، يلا خليك معانا. اوبن ان وايت بورد. اوكي يا فندم، تن تن تن، نعمل كده ويلا بينا ننزل تحت، اطلع فوق، ادي شغل الاله بتاعتنا. ركز معايا حضرتك دلوقتي، انا عايز اقول لك بمنتهى البساطه، الرقم ده هو 21464. اوكي خلينا حاجه كده اهو. اوكي مستر، بدل الفور كمان حط لي زيرو، مش هتفرق، اعتبرها اللي انت بتعملها ابروكسيميتلي، اعملها زيرو. هفهمك بالراحه كده اهو، هو هنا مكتوب 21 صح؟ اه مكتوب 21، يبقى انا عايز اكتب 21.460 صح؟ تمام، انت حطيت العلامه، وهنا في كام رقم؟ 1 2 3 1 2 3، انت عملت العلامه هنا اهو. اوكي؟ اوكي، يبقى انت بتكتب الرقم ده 21.460 تايمز 10 باور كام؟ باور 3 بس. اتمنى حضرتك تكون فهمت، طب لو ما فهمتش مش مشكله يا شباب، لو قسمت ده على الرقم ده هيطلع ب 1. اوكي؟ يبقى الإجابة دي صحيحة، والإجابة دي صحيحة لو سؤال تشوز، إنما لو سؤال كتابة أنت هتكتب عادي حضرتك. أنا كده أهو يا شباب، أكون زي ما أنتوا شفتوا اللي أنا فصلت من شوية، أكون أنا خلصت اللي أنا عايز أقوله لحضرتك. استنونا في الفيديو اللي جاي، هنتكلم عن موضوع مهم خالص خطير، هنستخدمه في الشغل اللي جاي كله في الميكانكس. فيكتورز يعني المتجهات. فيكتورز دي عشان اعرف موضوع الفيكتورز تمام، لازم اعرف ان ده اللي هيساعدني في موضوع التورك. لو انت ركزت معايا حضرتك الشغل بتاعنا اهو، كان هنا بنتكلم على اليونتس وبعد كده ستاتيك ايكوليبيوم. من غير الفيكتورز مش هنعرف ستاتيك ايكوليبيوم. اوكي من غير الفيكتورز مش هفهم يعني ايه تورك، يعني ايه تورك. اوكي فلازم كان يدي مقدمه عن الفيكتورز. ثانك يو فور واتشينج ذس، كان معكم مستر وجيه المصري، سينيور تيتشر اي ات ستيم سكول. اشكركم، احلى دكاتره دفعه 2023، اقول لكم باي باي، كل سنه وانتم طيبين، سلام.